في شأن آخر، قال وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي أن مصالحه تسعى جاهدة ألا يرتفع سعر تكلفة الحج هذه السنة. بالمهدي وخلال إشرافه على فعاليات الطبعة الخامسة لصالون الحج والعمرة أمس، كشف أنه تم منح الاعتماد لـ16 وكالة سياحية جديدة لتنظيم الحج والعمرة، داعيا الوكالة القديمة إلى إعطاء الدعم والنصح لمثيلتها بغية تقديم خدمة جيدة للمعتمرين والحجاج. سعينا بقدر ما نملك باش تكون عندنا اسعار تنافسيه مهمه تخلي كلفه الحج ما تطلعش، ولكن هذا القرار احنا ننتظر لانه نعرفوا واش معناها خدمه مؤسسات الدوله كلجنه قطاعيه، كلجنه، كمجلس اداره، كمجلس وزاري مشترك يخص هذه القطاعات، اللي راح يفصل في كثير من الاشياء. والدولة ماهيش رايحة تضر شعبها ولا تضر مواطنها، ما كانش واحد عنده مصلحة في أن يضر المواطن. وصلت 54 وكالة، منها وكالتين عموميتين فيها 16 وكالة جديدة. اللي سائل أن يسأل لماذا المنطقة الفلانية مثلا جنوب الجزائري فيها غير زوج وكالات، حنا المؤهل كيكون وكالة واحدة مؤهلة هذيك اللي تدي النشاط، يديوا 10 مؤهلين مرحبا بهم، ليس هناك منع ولا حجر. نريد أخلقة عمل عملية تنظيم الحج، وهذا اللي حكيت عليه مخطط الحكومة إذا كان تبعته في الديباجة نتاعو. نريد أخلقت الحياة العامة في الجزائر، أخلقت العمل السياسي، أخلقت العمل النقابي، أخلقت العمل الاقتصادي، لأن الناس تريد أن تربح على حساب الآخرين، الناس تريد الثراء الفاحش على حساب الآخرين، الناس تريد أن تنهب المال العام على حساب الآخرين. هذا الوقت انتهى.